مساء الخير متابعينا، إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم غد. تبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير على أجزاء واسعة من المدينة المنورة، سيما الأجزاء الشمالية والشرقية منها، بالإضافة إلى أجزاء من تبوك. تمتد هذه الأمطار، الحالة المطرية التي على شكل زخات رعدية من الأمطار لاحقا خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم غد إلى أيضا منطقة حائل. أما في ساعات نهار يوم غد فتزداد فرص هطول الأمطار فوق مرتفعات الطائف ومكة ومرتفعات المدينة، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية القريبة من تبوك. ومع ساعات مساء يوم غد وصباح يوم الأحد تمتد هذه الأمطار لتشمل أيضا جدة، ينبع، المناطق الساحلية من المناطق الغربية، أيضا الجوف، بالإضافة إلى أجزاء من القصيم، مع استمرار هطولها في كل من المدينة المنورة وأيضا منطقة حائل. كما ويحتمل تساقط الثلوج في ساعات فجر يوم الأحد في أجزاء من المناطق، لا سيما في مناطق حائل. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة يتوقع أن تكون باردة في العاصمة الرياض مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، ودرجة الحرارة الصغرى 90 درجة مئوية 8-9 درجات مئوية، تنخفض دون ذلك في المناطق المفتوحة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة السبت على الأحد، نبدأها شمالا من سكاكا تكون من 13 إلى 8، عرعر 11 إلى 6، وفي تبوك من 17 إلى 10 درجات مئوية، مع أجواء ماطرة في تبوك غدا على فترات بسبب هذه الحالة المطرية. جدة تتحسن فرص الأمطار الرعدية خاصة مع ساعات مساء يوم غد وليلة السبت على الأحد، تكون العظمى 32 إلى 22 درجة مئوية. في المدينة المنورة 25 إلى 14 مع رياح قوية غدا، مكة المكرمة 31 إلى 22 مع أمطار رعدية في ساعات نهار يوم غد، الطائف من 23 إلى 15 وكذلك الأمر. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 21-9، باحة 19-11، جازان 29 إلى 27، والأجواء أكثر استقرارا. المناطق الشرقية في الإحساء من 18 إلى 10، الدمام 18-11، وحفر الرباط من 14 إلى 7، مع أجواء باردة نسبيا في ساعات النهار لكنها باردة في ساعات الليل. الرياض غدا 17 إلى 8 مع أجواء مستقرة، القصيم 13 إلى 7 مع في بريدة هناك فرصة لبعض الأمطار في ساعات النهار لكن تتحسن الفرصة يوم الأحد، فرصة لبعض الأمطار غدا في حائل، العظمى 11 درجة مئوية، لكن كما تلاحظون ليلة السبت على الأحد تهبط إلى 3 درجات مع فرص لأمطار رعدية وتكون مخلوطة بتساقطات ثلجية أحيانا. إذا قبل الختام نعود ونذكركم بأن المملكة قد تكون على موعد مع أحوال جوية نادرة الحدوث، وهي بتلاقي أحوال ورياح سيبيرية مع أخرى رطبة في بعض أجزاء من غرب حائل شرق المدينة المنورة، وبعض مناطق في شمال المملكة قد ينجم عنها فجر يوم الأحد تساقطات ثلجية في بعض هذه المناطق. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.